السينما لليوم افلام يعني شوي هيك قويه لليوم افلام حلوه، انا برايي كثير حلوه الافلام لليوم. واهم فيلم او من القصص المهمه بتتذكري 7 وقتها اخذ ضجه كثير، ثريلر قوي، ثريلر كثير قوي، وايفر سينس بعتقد مع مورغان فريمان وبراد بيت، وايفر سينس ما عدنا شفنا هالقد قوي. Exactly. بس هالمره في ايحاء لانه في ترو ستوري بدها ترو ايفنتس. انا بس تقول لي ترو بصير اتفاعل اكثر، يعني مع انه بالنهايه كان فيهم يعملوا فيلم بنفس الوقائع وما يكون فيه اي بس هي بس لك ترو بتصير اكثر عم تتاثر بالفيلم لانه هدول صاروا بالحقيقه، يعني عشان هيك بياثر. بعتقد هي الكلمه. عم نحكي عن ذا فروزن جراوند يلي موجود بصالات ثريلر كثير قوي، دايركتد باي سكوت ووكر. الفيلم بيحكي عن الايتيز بالثمانينات هالسيريال بالاسكا، فروزن جراوند فروزن كثير، هالسيريال كيلر يلي هو روبرت هانسون واللي روع المنطقة على فترة كبيرة، واللي على مدة ما بعرف كم سنة 13 سنة بتصور، بين 17 و 21 سنة كانوا السيدات أو الصبايا ما يسترجوا يمشوا معرضين للخطر بالطرقات، لأن كانوا معرضين للخطر، وكان فعلا عم يفزع هالسيريال كيلر بالقتل. غريب شو بيكون في براسهم ليعملوا هيك؟ كل مرة أنا بفكر إنه ليه شو السبب؟ دائما هلا دائما يعني أنت بالأفلام بتشوف إنه في على طول أسباب سيكولوجية أكثر الأوقات، ما بعرف قد ايه يعني شو هالسبب أو شو هالعطل بالراس يلي بيقدر يعمل كل هودي. صح. خلينا نشوف على كل حال تريلر الفيلم مع نيكولاس كيج وجون كيوزاك ومع فانيسا هادجنز كمان. خلينا نشوف. هي اكشلي كثير مخيف. Found her last night. This one of your missing persons? That could be. She's late teens, maybe early 20s. She's not missing anymore. What do you make of this? Ever try to saw a bone with a flat blade? Say someone tried to remove her head. Any connection to the Jane Doe? When are you going to admit there's somebody taking these girls? It's not a first time. He's done it before. He'll do it again. I can't get these off. 8 girls in the last 2 years. There's not one lead. Except her, Cindy Paulson, she got away. Why don't you just start at the beginning? He brought me to his place. He called it his den. It was more of a dungeon. Why isn't this guy on our list? Oh, hey, Bobby. Hey, Al, good morning. Hansen's an upstanding citizen. I have testimony from a witness who's a prostitute that refused a polygraph. It's a dead end. She's not your problem. She's not our kid. Well, she's someone's. We're looking for a white male, early 40s, history of sexual assault, and avid hunter. That's Hansen. I need physical evidence. We're reopening the case. This guy did it, and they let him get away with it. Oh, my God. He's gonna dump it all. Did you panic when you killed him? Pat. You had their blood all over your hands. I didn't do that. I need more. Or he's gonna walk. I want to see if you have the guts to be honest. You think you can threaten me? Mom, you don't have any idea who I am. I promise nothing's going to happen to you. Look, he's going to take me. Help me, please. Have you seen her? Have you seen this girl? He won't stop, and we know who he is. Drop the gun! Have you ever seen anybody do anything like this before? يعني بالنهاية القصة بتتمحور حول هالصبية اللي قدرت، يمكن الوحيدة اللي قدرت تهرب من هالعنف وهالسيريال كيلر. يعني حياتها صعبة كتير، بس أصعب من هيك أنه رح تلاقي حالة أنه حتى الشرطة منا واقفة حدها لأنه ما عندها وقائع كافية. شرطي وحيد رح يكون معها عم يجرب أنه يلاقي الحقيقة، رح ياخد الشغلة على عاتقه. كتير فيه من هالقصص بأمريكا وبالمناطق في كثير افلام نحن ما بنشوفها، بس كمان بتخبر
بتخبر هالقصص عادة. هالشرطي يلي بيحس حاله أنه هو خلص مسؤول وهو بده 100% يلاقي الحقيقة بغض النظر عن القانون إذا عم بيساندو الشرطة إذا عم بتساندو أوقات بتخلى عن الإشارة تبعه وعن البادج تبعه لحتى يقدر يكمل عم بحس حاله خلص لازم يلاقي. هلأ أنا بس هيك تعليق صغير كان سنة زمان ما شفنا جون كيوزاك عم نشوفه هلأ بدور بخوف يعني بالنهاية مش قصة بخوف بس عادة هو هذا بيبي فيس بعتقد على طول كان هو the good guy. هي أول مرة منشوفه as the bad guy بس يعني. إذا لاحظتي ما بيكون مبين عليهم مثل ما كنا نحكي تحت الهواء انه بيقدر يكون حيل حدا جار ولا شخص او يمكن اصحاب هو هالشخص اصلا ابن حدا وخي حدا وبلكي بي حدا كمان يعني انسان عايش بيننا وعايش بطريقه كثير طبيعيه لو وقت من الاوقات عنده هل قلتي عنده ولا يقدر على 13 سنه ما يقدروا يلقطوه يعني ما في عليه علامات صح فاذا عايش حدك وما بتعرف شيء كثير قوي لازم ننبش ليش ليه بيروحوا هيك ما بيروحوا مثلا بيعملوا شعر مثل امين بيعملوا شيء سبار شغلي هيدا ليه هالديس اوردر بيروح لمحل كثير بشع هيدا اول فيلم الحلو فيه تصوير رائع ثريلر كثير مهم وترو ستوري حلو انه نتعرف عليه ولو كانت يعني مأزية شوي رح ننتقل على فيلم ثاني ثور شوي اكزاكتلي شوي سانس فانتاستيك اكزاكتلي فينا نقول سانس فيكسيون بقصص هو بعالم كثير قبل العالم تبعنا وبذات الوقت بيوصلوا للعالم تبعنا لانه بالقصه بيجربوا يخبوا شيء بالفيوتشر تبعهم هن اللي نحن هلا البريزنت نحن عايشين فيه والقصه هذا ثاني اذا بدك فينا يمكن ثاني جزء فينا نقول لانه كان في جزء اول ثور قبله بالنهاية مزبوط فانتاستيك هيك حلو في تصوير حلو في سبيشال إيفكتس كتير حلوين فأنا أكيد رح أرجع أحضره بما أنه حضرت أول بارت عبالي أشوف هون شو رح يصير وكانت برانا بتصور بدع بال يعني هالإيفكتس يلي تقدروا يعطونا هالجو وعم نحكي عن سوبر هيروز بعالم ما بنعرفه بعالم بعيد عنا بعيد ايه مش أنه قديم بعيد عنا كليا خلينا نشوف تريلر Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness. And it has survived. I gave you my word. I would return. What's gonna happen? Hold on. Wait, what? Jane! We're from different worlds. Maybe they're separate for a reason. If we do nothing, they'll destroy us. Ask yourself. What will you sacrifice for what you believe? No! You must be truly desperate to come to me for help. You should know that when you betray me, I will kill you. When do we start? كاست حلو بس طبعا هون الكوستيومز بيلعبوا دور كتير كمان مهم تتعلق بالكاركتر حسب الكوستيوم تبعه له حتى سبيشال افكتس انا بس هلا كنت عبالي احضر اشوف اذا رح يرجع لعنده اكشلي رجع مبروك طيب رح ننتقل ناتالي بورتمان اكيد يعني بالنهايه هي مش معقول ما يرجع لعنده اكزاكتلي مع كنا عم نقول انتوني هوبكنز انت لانه بيج فان يعني ناتالي ماكسيما رح ننتقل لدي في دي انتاج 2011 هالمره ذا تري اوف لايف كمان فيلم حلو فانتسي دراما فيلم فيلم حلو اخذ كثير من الجوائز وترشح لكثير من الاوسكارات انما هو فيلم اكاديمي نوعا ما
يعني اكسبيرمنتال نوعا ما، فيه كثير من المواضيع وطرق التصوير والالوجنز والابستراكشن يلي يعني شوي اكاديميه، وعلى هالاساس كان عم ياخذ هالجوائز وهالنومينيشنز. اوكي، عم نحكي عن براد بيت شون بان، لاني فينا نقول من اهم الممثلين. براد بيت هو الباقي، شون بان عم ياخذ دور الابن بس كبر اكيد، والعلاقه اللي هي كثير مهمه، الفيلم كله حول العلاقه بهالصبي اللي هو شون بان الصغير يعني مع البي، كيف كانت العلاقه بالبيت مع الاهل مع الام مع البي اكثر شيء، وعلى كبر شو ولدت او شو كانت النتيجه هالعلاقه الاهل مع بعضهم. فيلم دور اخذ البالم دور ذا تري اوف لايف وترشح لعده جوائز اوسكار. خلينا نشوف. فيلم الصورة فيه بتلعب دور كتير مهم، الأحداث غير مش متلاحقة الأحداث أكثر، في يعني في إيه صحيح. هالشي على كل حال كان في انتقاد يعني على هالموضوع، كونه أحداثه غير متلاحقة وكونه كتير بيعتمد على سيمبوليزم يعني، وبنفس الوقت على هالأساس كمان كان عم ياخد كل الجوائز أو كل النومينيشنز يعني على نفس الأساس كان عم يمدح وكان سيف ذو حدين. إيه صحيح. فيلم على كل حال حلو ذا تري اوف لايف انه ينحضر، بس فيلم صعب يعني، فيلم بدك تكون بده تركيز صح لا تقدر تكون عم بتتابع احداثه وتقدر تفهمه عليه، وبتصور بينحضر اكثر من مره مش متابعين ورا بعض، بدك تحضره اكثر من مره وتكون فعلا رايق او قاعد يعني قاعد بس تحضر فيلم وعم تهتم بي على الفيلم. عم تركز عليه. هيدا كل شيء سينما لليوم. Thank you. Have a nice day. You too. انا رح الاقيكم بعد شوي، خليكم معنا بلايف.